القضية الفلسطينية نتبعها أنا شخصيا. ليزانديان سا توجور ايتي ما دوفيز، راه حاشا ليزانديان، شحال واحد عندي قال لك ليزانديان داميريك راه عندهم تاريخ، حاشا ليزانديان هادو راه ليزانديان، راه شوفوا مزيان، راه سني با اون فوت دورتوغراف، سي الكتبة كيفاش أنا خرجتها عليهم، ال اي زد، فهمتوا ليزانديان راه غير نافور مع ليزانديان اتاشي، با ديسباس اونتخ لو ال اي زد، فهمتوا ليزانديان، هادو ليزانديان، لي بوفون. Et encore Bouffon, c'est encore gentil. Mais Alinech, شي سرقوا من المغرب، الزليز جابوا من المغرب، الطاجين تاع المغرب، الكفقفطان تاع المغرب، الطفطاي عيطوا له طلان طفطاه طفطاه هذاك، القفطان تاع المغرب، الغناء والطبل هذاك، الاستقبال هذاك، عقليه تاع المغرب تاع السياحه تاعهم، هما عندهم السياحه. هذيك الخطره واحد الاخ موري السياحه، موري السياحه دين الله، تحياتي خويا ربي يحفظك، موري السياحة في المغرب داخلين لواحد واحد واحد المتحف في مراكش، الف الف على بالك شي وصف صف فيه زوز كيلومتر، صف قد منا وانت دير هاك، تكينا واحد زوز كيلومتر تاع من وكل شعرهم صوفر، هاك يديروا قور بكل قور، هاك يديروا ربي يحفظك خويا العزيز، قور دين الرب القور، عند ان كيلومتر تاع قور باش يدخلوا لواحد المتحف يتفرجوا في التراث المغربي، وثم يلقاو الكارلاج، كي تدخل هذاك تلقى الكارلاج هذاك ماهوش تاع الجزائر يا زبي، ما عندنا والو حنا دين الرب، ما عندنا والو، عندنا جنرالات الطحانين سرقوا لنا التاريخ، عندنا جنرالات ولاد فرنسا سرقوا لنا التاريخ الجزائري سرقوه لنا. خليتوا ربنا بدون تاريخ، الشعب الجزائري يعاني من هذا النظام حتى من الجانب التاريخي، النظام الجزائري هو العميل الرخيص، اي حاجه يديرها المروك يعاود يديروها هما، راحت البلاد فين راحت البلاد في الشعر، حبه ميلفاي دين الرب حبه ميلفاي، الجي هذاك عطيلو الجي هذاك رويبه ماو صغاريت الماء تاع الواد والسكر جاي من فرنسا، الميلفاي تاع فرنسا الميلفاي بدرهم، ربي يحفظك خويا العزيز، بدرهم مروكي يدير هذاك الميلفاي، ميلفاي اسمه ميلفاي حتى قورز، على الاقل المغاربه كيجيوهم الناس ينعتوا يعطوهم الشباكيه يعطوهم مع على باليش عندهم واحد الحلويات يقعروا تاعهم تاع المغرب تاع السياحه يعطيو الحوايج هذوك، نتوما تعطيو الاجانب تعطيوهم في الميلفاي دين الرب، الميلفاي تاع من؟ يا تاع فرنسا، ميلفاي اسمه بالطليانيه اسمه ميلا فولي، باللغه العربيه اسمه الف ورقه، الف ورقه يعني هو مورق بزاف يعيطوا له الف ورقه، اذن هذيك حلويه من حلويات الفرنسيه، يعني حتى ما تقدمونه للضياف فرنسي يا كهريتا. من كثرات الشبوب مع السبا بلاستيك في الجزائر، نو خويا انا مغربيه، انا مبلاستيك في المغرب ما عنديش ما ندير في الجزائر، برك علي المغرب، دابا نجيب لكم بنان.